ايه حاضر جاي اهو. حاضر حاضر خلاص خلاص، انا زي في الحته دي خلاص، انا زي في اهو خلاص خلاص. اتفضل الست الزمانه. خش يا بنتي يا فوق، لو معاكي النقاش ادخل استفرش. حاضر يا معلم. الله، هما فتحوا شارع جديد من شقتي ولا ايه؟ بصي بقى ياما، انا عايزه الركنه دي وصدقي مسخسخ. حلوه. والصاله بقى ياما عايزاها بقبقي مزعرن. ايه بقبقي مزعرن دي؟ بقبقي مزعرن. بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح. والسقف بقى ياما ماله؟ عايزاه كراميكا مسلح. اصل معلم قرني اكبر تاجر جديان اللي هيتجوزني ما عجبتوش غير الشقه دي. قرني قبل ما يجوزك؟ اه. طب انا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب السقه وتتجوزوا؟ هاخد روز اكس. اسمع بس، بلاش لماضه، تعالى. ما هو ده كان كده كانت لغايه ما نجهز لها شقتها، وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتاخرين. بجد؟ اه. لا وايه، وهسلمك الشقه مدهونه ومتروقه. لا وايه يا تتح، خد التقيله. ايه هتسخ في وسي؟ لا يا راجل. امال ايه؟ انت ليك عندي كيلو لحمه ضاني كل اسبوع عشان تبر بيهم نفسك. بجد بالمصر؟ اه والله. لحمه ضاني ضاني؟ اه. خد امضي بقى امضي. لا طب اديني فرصه افكر، انا موافق. هات. لحمه ضاني ضاني ضاني. تتح عشان الدنيا تفتح. يلا تتح خلصني. ضاني صح؟ ضاني. انا عارف طعم الضاني. كمان هنا تتح. تتح. ايوه. اهو. خد الفضل. واحدة ليا. اه. وواحدة ليك. بس بعد ما اسجلهم في الشهر الوكاري. يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعة كده؟ مين اللي بيقول كده؟ الحتة كلها بتتكلم عليك، بتقول ان انت اوسخ راجل وازمة الواحد في المنطقة. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ اه لا ما خلاص، الراجل موافق وكله مضى وموافق على الرحيل. ارحل يا تتح. ايوه ارحل انا، اذا كان علينا خلاص انا ممكن ارحل، بس يعني طب الواد الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه. بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ ما تسيبوا له الاوضه اللي على السطح. والنبي ياما. حنيتي يا موكوسه. حسوه. اه. اديله الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه اللي ايه؟ انت بتقولي ايه يا وليا؟ ولولو عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد. حسوه. طيب. سخريتها زيده. ممكن تديك بالجزمه. هز المفتاح. هز المفتاح. ما انت خلاص عرفت ان انت مدرسايا. والمعلم راح، المعلم جه ويا دوب سلب وجلابيه طالعه ونازعه السدني. حسوه. ما تصحينا قبل القتيل ده. ايوه ما انت ما تصحوش، ما تزعجوش الولد. الولد نومه خفيف. واسع يا عم، واسع يا عم، واسع يا عم. انت هترزعه الواد ايه؟ الواد لسه صغير. ده بص نايم عامل ازاي؟ هادي. قوم يا هادي، قوم. هادي. ايه خير وحيد؟ يلا حبيبي قوم. هادي. انا صح يا واد. هادي. هادي. ايه خالو؟ يلا قوم خاطر، عشان خاطر احنا خلاص خدنا الروس الجاردن اللي على السطح. هادي. تعال خبز شوف. ايه ده؟ شايف؟ شوف تحت انت تعرف وبمفتاح. في حد في العيلة سال مفتاح قبل كده في ميداليا؟ ابوك الله يرحمه كان معاه حدوة حصان في رقبته. إذا شفت يا هادي؟ أسرير الراجل كان مزمزق عشان خاطر مش عايز يديني المفتاح، إنما كده خلاص، إحنا خدنا. إيه ده يا واد ده؟ ده تلفزيون يا خالي. تلفزيون؟ ده تلفزيون؟ مبطط؟ تلفزيون مبطط؟ أيوة يا خالي. وموصل للدرجة دي؟ آه. يا خبر أسود. اسمه ليد. ده حديث؟ ده حديث ده؟ ده اللي يدور بده يا خالي. اشتغل. الحق يا خالي، ده التلاجة مليانة أكل. هات كل الطعام فورا جديلا. هادي هادي هادي. ايه؟ بص 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 الولية دي. هم الناس دول بجد وجداني ولا ده تصوير؟ انت عارف لو واحدة منهم دخلت في السابع عندنا هنا هتخلاص بص تخرج فاقدة الجنسية. طبعا. يا خبر اسود. ايه يعني ثبت؟
احنا هنعيش هنا على طول يا خالي؟ خلاص احنا هنا عبد الرافق. عارف عبد الرافق؟ قاعدين عبد الرافق بعيد عنك مسمار جحا وداقف قد المكان خلاص. 7000 سنة حضارة بيقولوا لا. عباس الضو بيقولوا لا. هو الراجل ده ما نزلش الاستفتاء؟ خلاص حد يقوله خلاص خلاص بقت نعم خلاص. هما 60-70 سنة دول مش هيعدوا على خير. طيب وقت سعاد طريق. اتفضل يا فنانين. حلاوتك انت يا جميل يا منشخلع. اتفضلوا يا رجاله اتفضلوا يا الف مرحب. جيتنا انس يا معلم. اه سمعوا سمعتكم انتوا روحتكم على الاخر. دول هيتجوزوا هنا برضو؟ يتجوزوا ايه يا هبل؟ ده انا جاي اقعدكم قاعده كده. روح بس هات لي كوبايتين اجري. تتاح تتاح انت ده تتاح. ايه يا هزي؟ اصحى يا تتاح. اعوذ بالله ابليس ومهمه. انتوا معتصمين عندي هنا ولا ايه؟ خليك معايا هنا. ايه في ايه يا حاج عصر وجاي ليه انت؟ بتعرف تطبل؟ اعرف اطبل؟ اه يعني انت حضرتك جاي تصحيني عشان خاطر تقول لي اعرف اطبل؟ اه لا اسمح لي بقى كده بقى يا معلم حصوه كده خلاص بقى يا عم حصوه. السجار الناسف بقى ورور هوبا البنطلون خد اللي انت عايزه وسيب البنطلون تاني رجعهولي. استنى عندك. ايه يا خالي؟ فيكس. خدت اللي انت عايزه؟ لا مش هصورهم، هبقى اقعد اكتبهم النهارده. اصل انا هنا عندك خلاص؟ خلاص كده هتمسح وهتقعدوا خلاص؟ انا مقصر معاك في حاجه؟ امسك انت منص وانا منص. خلاص.